او ان ضربه الجزاء اللي تم احتسابها هي ضربه جزاء مثيره للشك او هي ضربه جزاء غير صحيحه. ده كلام مهندس فرج عامر، على عكس بقى كلام طبعا المسؤولين في نادي الزمالك، قالوا لا ان هي ضربه جزاء صحيحه 100%. ولكن برضو من وجهه نظري هي وهي حاجه للامام او عشان المستقبل خلال الفتره اللي جايه، هي ظاهرة سلبية طبعا وجود تحكيم أجنبي في الدوري المصري. كنا دايما لما بنشوف التحكيم الأجنبي بنشوفه في مباريات أهلي وزمالك فقط. دلوقتي بيراميدز وحقه، بالمناسبة أنا ما عنديش أي مشكلة مع حد، وحق نادي الزمالك أنه يطلب حكام أجانب لكل المباريات القادمة، ولكن عشان تيجي تحكم لفريق كبير زي نادي الزمالك لازم تكون حكم على أو مستوى الإيه، مستوى اللي هو رقم واحد في أوروبا، طالما حضرتك مش عايز حكام من افريقيا او من العرب. وبالتالي لازم اللي يجي يحكم لنادي الزمالك، اللي يجي يحكم في الدوري المصري بشكل عام، يجب ان يكون من الحكام الفئه A او الفئه الاولى في الحكام في التصنيف الحكام. فهي من وجهه نظري ان هي ظاهره سلبيه الحقيقه، في لان هناك حكام بيجوا اقل من المتوقع منهم او اسمهم اقل من الدوري المصري. وجهه نظري وجهه نظر ناس كثيره جدا. فحاول دلوقتي اجيب الكابتن سمير عثمان اساله. معايا كابتن سمير؟ طيب كويس جدا. كابتن سمير عثمان خبرنا التحكيم. يا كابتن سمير ازي حضرتك؟ الحمد لله. اخبار حضرتك يا كابتن؟ اخبارك انت يا كابتننا؟ كله تمام. انا الحمد لله. انا سامع كلام حضرتك بصراحه، وانا استاذن حضرتك اتناقش معاك فيه. اتفضل. كلامك طبعا سليم 100%. بدايه بتقول انها ظاهره سلبيه، هي فعلا ظاهره سلبيه. بنشوف الحكام الاجانب فقط في مباريات الاهلي والزمالك في الاعوام السابقه فعلا. السنه دي يا كابتن اسلام زياده عن 25 طقم حكم اجنبي جم جمهوريه مصر العربيه عشان يديروا الدوري بتاعنا. نعم. ظاهره صعبه قوي. كل نادي فعلا حقه انه يشوف بالظبط، كل نادي حقه يجيب الحكم الاجنبي. بس انا برضو كحقي انا كمتفرج او كحكم، اما اجيب حكم من بره يبقى حكم مستواه عالي عشان يفيد الحكام بتوعنا، صح ولا غلط؟ مظبوط مظبوط. ونتعلم منه. نيجي من اخر الخط اللي حضرتك قلته. النهارده كان في مباراه مهمه لنادي الزمالك. احنا عندنا اكبر ناديين في مصر بدون جدال، نادي الاهلي ونادي الزمالك، تمام؟ مظبوط. حضرتك بتقول لازم المفروض اما دول يجوا لهم حكام من اوروبا يبقوا حكام فئه ايه، اللي هم إليت ايه. مظبوط. اي دوري جنبينا في المنطقه، تمام؟ النهارده الحكم البرتغالي، لك حضرتك ان تتخيل لو بصيت على الفيفا ليست بتاعت البرتغال هتلاقي فيه حكم واحد بس إليت اي، ده اسمه ارثر، تمام؟ وده بيحكم فقط في الدوري السعودي، بس حكم واحد بس، تمام؟ الحكم النهارده اللي لعب مباراه الزمالك ومباراه سموحه، دي مباراه كبيره لسبب بسيط طرفها نادي الزمالك فرقه كبيره، تمام؟ النهارده الحكم ده دخل قائمة ونادي سموحة طبعا فرقة كبيرة. أنا طبعا طبعا كل الفرق كبيرة، بس أنا بتكلم مني على الدوري المصري بشكل عام يحتاج إلى حكام يعني من الإليت زي ما حضرتك بتقول. ما طبعا احنا عندنا يعني، أنا أقول لحضرتك حاجة، يعني الحكم البرتغالي اللي اسمه أرسل اللي هو فئة إيه في البرتغال، ده بيحكم في الدوري السعودي فقط، تمام؟ احنا الحكم بتاع النهارده ده ما حكمش طبعا، مش بيحكم بره، تمام؟ نادرا لما بيطلع في مباريات وديه حتى تلاقي مع فرقه كبيره وفرقه ثانيه صغيره. انا النهارده بتكلم في الحكم يا كابتن، فعلا ايه؟ عنده اخطاء كثيره جدا في مباراه الزمالك النهارده مع مباراه الزمالك. خلي بالك في اخطاء كثيره لصالح نادي الزمالك ما اتحسبتش، تمام؟ وفي اخطاء كثيره لصالح سموحه، وفي خناقات حصلت في يعني انت عامه لما بيجي نتفرج بتلاقي خناقه او خناقتين. النهارده في ثلاث اربع خناقات في الملعب قصاد الحكم ومش عارف يتصرف. النهارده نيجي يا كابتن، اما نيجي نستعيد الذاكره في ركله الجزاء التي تم احتسابها النهارده، لو الناس تيجي بس تفتكر معانا عشان احنا ما عندناش الهايلايت، هتلاقي الحكم يا كابتن اول ما الكره اتلعبت يبعد بالظبط زياده عن 65 ياردة عن ركله الجزاء. كان الراجل في نص الملعب الثاني بتاع الزمالك، وبعد كده الكره اتلعبت طويله، تمام؟ لا يمكن المسافه دي يقطعها. طيب طيب خليني بس اكمل لان ده مهم جدا. المهندس فرج عامر النهارده برضو في على الفيسبوك قال ان هو من وجهه نظره طبعا ان هي ضربه جزاء غير صحيحه. خلينا ناخد يا كابتن سمير وما تقفلش لو سمحت لان كلامك مهم جدا. خلينا ناخد الفتره اللي فاتت ان هو يعني بيحصل له ظلم كبير جدا جدا في معظم المباريات السابقه، و يتمنى ان الظلم ده ينتهي علشان يقدر يلعب المباريات القادمه ويفضل في الدوري العام المصري.
مش عارف الحقيقه يعني المهندس فرج عامر، من الواضح جدا ان هو عنده حاله من الياس، الياس من حاجه معينه او من محور اساسي من محاور كره القدم اللي هو التحكيم. ويعني هو كان قايل ان هو هيجيب حكام اجانب، ولكن رجع مره اخرى وقال لك لا، يعني بناء على كلامه هو اللي يشوف بلوته تهون، لو اللي يشوف بلوه غيره تشوف تهون عليه بلوته. هو المهندس فرج عامر اتكلم بهذا الشكل. فعموما نتمنى يا رب كل التوفيق خلال الفتره القادمه لكل حكامنا في كل انحاء جمهوريه مصر العربيه، لان التحكيم خلال الفتره القادمه هيكون له دور كبير جدا جدا جدا. يجب ان تكون هناك مراقبه شديده جدا 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 لما يحدث اثناء المباريات. رجع لنا يا جماعه كابتن سمير ولا لسه؟ تقول له ايه ده رقمه وهتتصلوا بيه هيرد. طيب النهارده طاقم التحكيم البرتغالي لمباراه الزمالك كان والزمالك وسموحه جوان بينرو حكما للساحه، وبيدرو موتا مساعد اول، وبرونو خودريجز مساعد ثاني، ومانويل اوليفر حكما رابعا. كابتن سمير، كنا بنتكلم على طاقم التحكيم في مباراه الزمالك النهارده. انا مش عايز اخصص النهارده تحديدا، ولكن انا عايز اتكلم بشكل عام. هل التحكيم او ممكن حضرتك تقول لي وجهه نظرك في التحكيم قبل استخدام الحكام الاجانب وبعد استخدام الحكام الاجانب؟ بص يا كابتن، هو التحكيم طبعا يعني قبل استخدام الحكام الاجانب احنا كلنا متعودين على مستوى الحكم المصري، مباريات كثيره جدا بيجيد فيها، ومباريات بتبقى ما فيهاش توفيق. بس في كل الفرق بتبقى ما فيش حد في الدنيا هيستفيد على طول من الحكام، وما فيش حد هيتظلم على طول من اخطاء الحكام طالما انها غير متعمده. بس انا بتكلم يا كابتن على طاقم حكام اجنبي، لازم طاقم الحكام الاجنبي يجي يليق بمستوى الكره المصريه. يعني احنا برضو حمدان الدوري بتاعنا المفروض كويس، والمفروض نحافظ عليه ونكبر كل عناصر اللعبه ونجيب حاجات يعني ايه على مستوى عالي. انا بصراحه شايف من بدايه الموسم لغايه دلوقتي مستوى الحكام الاوروبيين اللي بيجوا لنا بيبقى فرز تاني. ولا حكم من ساعه ما الدوري ابتدى وفي استقدام حكام اجانب جه حكام اليت A غير حكم واحد بس في مباراه الزمالك وبيراميدز، وكان طاقم الحكام الايطالي بقاده الحكم الدولي الايطالي روكي. ده الوحيد اللي جه اليت A في الدوري المصري. نعم. ما خلاف ذلك كلهم بيبقوا يعني ايه رقم اثنين او ثلاثه في بلدهم، وبالتالي مش مصنفين. انا طالما بستعين بحكم اجنبي لازم اجيب حكم اجنبي يعلم الحكم المصري ويديله خبراته ويفيده. النهارده احنا اتفرجنا يا كابتن طاقم حكام من البرتغال من اسوا الاطقم من الحكام الاجنبيه اللي جت بصراحه. بس ايه كده عشان الوقت ضيق كابتن سمير مثلا، ولا لا مش خليني اقول لك على كل يعني كل اللي بيتقال ان الوقت كان ضيق وما لحقناش. لا كابتن في عندك جدول محطوط. يعني لا بس هو الزمالك قرر من حوالي اسبوع تقريبا ان هو هيجيب حكام اجانب، ما بعتش الا من ثلاث ايام. يا كابتن اسلام اسبوع برضه كافيه من كابتن اسلام طالما ان الزمالك قرر. تمام. يبقى انت عامل حسابك، وقبلها انت كنت سامع ان نادي الزمالك يمكن يستخدم حكام اجانب، انت لازم تبقى عامل حسابك. تمام. واما تيجي تطلب طاقم حكام اجنبي من دوله لازم تبقى عارف مين الحكم اللي جاي لك. يعني انا في البدايه قلت لحضرتك في البرتغال فيها حكم واحد بس اسمه ارثر، ده اليت A، الباقي عادي. وما تجيب حكم في ماتش مهم زي النهارده الزمالك وسموحه، الزمالك بينافس على القمه وسموحه بينافس على الهبوط، تجيب له حكم خبراته قليله دخل القائمه الدوليه سنه 2016، صعبه شويه. صعبه شويه، والدليل على كده النهارده، يعني النهارده كان في اخطاء مش منطقيه سواء لنادي الزمالك او لنادي سموحه ما اتحسبتش. تمام؟ يعني خلاف بقى طبعا ركله الجزاء النهارده اللي اتحسبت يا كابتن اسلام. نعم. زي ما حضرتك شفتها الحكم يقعد زياده عن 65 يارده عنها. ساعتها كان في نص الملعب بتاع نادي الزمالك، وعبال ما فتح السبرنت كان حسبها على ايه؟ في نقطه كمان انا عاوز اتكلم فيها، وكان نفسي المهندس يبقى موجود فيها وانا بتكلم. المهندس هو سمعنا اكيد. احنا عندنا في حاجه مهمه جدا حصلت في الماتش النهارده، عدم تكافؤ الفرص. ايه هو عدم تكافؤ الفرص؟ اما النهارده ركله الجزاء اتحسبت يا كابتن لو حضرتك تفتكر هتلاقي لعيبه سموحه كلهم بصوا على مكان الحكم الخامس بيستنجدوا بيه. تمام؟ صح. ما خدوش بالهم من الماتش ده، ما فيش حكم خامس. يعني بص شوف اسمه سيد فريد اول ما اتحسبت بيبص على الحكم اللي وراه، ما فيش. انت ازاي ندير مسابقه يبقى في ماتشات فيها حكم خامس وفي ماتشات ما فيهاش حكم خامس؟ مع احترامي الحكم الخامس برضه بتبقى عنده حاجات، بس برضه بيفيد زي ما عنده ايجابيات عنده سلبيات.
دي وجهه نظري انا، طالما في مسابقه ماشيه لازم عناصر اللعبه كلها تبقى كامله، طالما بدات المسابقه بخمس حكام انيب خمس حكام. ما اتعملت قبل كده اعتقد في مباراه المقاولين وبيراميدز. ما كانوا برضو ثلاث حكام ما جابوش خمسه. ما انا بقول لحضرتك اتعملت يعني نفس الموقف ده كان معمول قبل كده. طب ما كل مباراه بيراميدز برضو بتبقى باربع حكام. وده مش صح، انت لازم يبقى فيه تكافؤ فرص موجود في كل مباراه. لازم اتحاد الكره ياخد باله بقى من الموضوع ده خلال الفتره الجايه لما يجي يستقبل الدوري. قرب يخلص يا كابتن يا ريت. خلي بال حضرتك ال10 ماتشات اللي جايه، ال10 ماتشات اللي جايه من اهم ال10، من اهم 10 ماتشات في الدوري العام المصري، فلازم ياخد باله. ما فيهاش هزار يعني لازم هتجيب بالظبط. ودي مسؤوليه لجنه الحكام مش الاتحاد. ما الاتحاد انا اسف، لجنه الحكام. لجنه الحكام زي ما بتخاطب الاتحاد الاهلي بتقول له هات اربع حكام، لا هات سته. وايه فايده الحكم الرابع طالما انها تكلفه؟ ما بدل هات بقى هات اثنين اللي هو في ورا الجول. الحكم الرابع بيعمل التغيير يعني هات خمسه واعمل الحكم الرابع مثلا من مصر هنا. برافو عليك، لان الحكم الرابع ده مهمته يساعد الحكم بره في الحاجات الاداريه. هو بيتكلم عربي عشان يكلم الناس بتوعنا. ايوه صح. يعني في حاجات يعني بسيطه يا كابتن، يعني اتمنى انهم ياخدوا بالهم عشان البورت اللي جاي غالي سواء للي فوق او للفرق اللي تحت. كلامك مظبوط، نتمنى يا رب كل التوفيق للحكام المصريين. يعني انا مش عارف اقول ايه. اشكرك جدا يا كابتن سمير عثمان خبيرنا التحكيمي، كان متحدث